متوقعين انه تنخفض درجات الحرارة بشكل لافت. المواطنين راح يشوفوا الاجواء عاصفة جدا، رياح عاتية تصل سرعتها لاكثر من 110 كيلومترات بالساعة في بعض المناطق. ما نتوقع في العاصمة عمان نشوف الدنيا بيضة، نتوقع في المرتفعات الشمالية زي ما حكينا سردناهم الآن ممكن يكون في عنا غطاء أبيض ثلج. بحدود الساعة 12 من ظهر يوم الأربعاء تبدأ الثلوج والأمطار بالامتداد نحو المناطق الوسطى. نتكلم يوم الأربعاء عن تساقط للثلوج بكثافة وتراكمها فوق مرتفعات الشمال، تمتد لاحقا خلال ساعات الظهيرة كما سكت الساعة 12 إلى المناطق الوسطى من المملكة اللي بترتفع 600 متر تشمل المحافظات البلقاء العاصمة عمان ولاحقا مادبا والكرك. ذروة الحالة الجوية، وهلا بدنا نحكي خلينا نسميها الجزء الأول من العاصفة هدى، ذروتها سيكون ليلة الأربعاء على الخميس. بملخص بسيط وواضح، تهب عاصفة ثلجية على أغلب مناطق المملكة. لا ننسى الجنوب، جبال الشرى لها خصوصيتها الخاصة أكيد. الخميس صباحاً نستيقظ طبعاً بإذن الله، دائماً هذه التوقعات، بإذن الله على رداء أبيض في كافة المناطق والمدن الأردنية، ولكن تبدأ الثلوج تخف شوي شوي، ببلش عندنا الجو زي ما سموها بيروح. صباح اليوم الخميس لا نستبعد اجزاء واسعه من غرب العاصمه عمان تصل ما بين 30 الى 50 سنتيمتر تساقط للثلوج، اكثر من ذلك في المرتفعات الجبليه العاليه الشماليه، ربما في راس منيف، عبين، عبلين، عجلون، عالي عجلون القاعده، نتكلم عن حوالي 60 الى 70 سنتيمتر، وفي المناطق الجنوبيه نحو ذلك. نخلص الخميس نحكي عن استمرار الرياح القوية لكن أخف من الثلاثاء والأربعاء، عن زخات ثلوج بين الحين والآخر فوق 850 متر. كنا نحكي في البداية عن معظم المناطق، الآن بتصير المناطق الأقل من 850، تستمر الثلوج، وهنا نقطة مهمة، تستمر الثلوج بالتساقط ربما في غزارة فوق المناطق الجنوبية ولا سيما جبال الشرع. تقريبا صفر الى ما دون الصفر المئوي هذا ليله الاربعاء على الخميس. نعم، صفر الى ما دون الصفر المئوي في العديد من المناطق، وطبعا فوق الجبال العاليه تتدنى اذا ناقص 100 ناقص 3 درجات مئوي. هذا ما نتحدث عليه ليله الاربعاء على الخميس. اندفاع الجزء الابرد الذي ممكن اسميه قارس تاريخي غير معتاد، هذا لا يعني كميات ثلوج بحد ذاته، أنا بتكلم عن درجات حرارة غير معتاد، الجمعة راح تتجدد تساقط الثلوج تدريجيا ليلة الخميس على الجمعة. تساقط للثلوج وبكثافة ربما نهار الجمعة فوق معظم مناطق المملكة. ايضا مناطق الباديه، الصحراء، الحدود الاردنيه العراقيه، رويشه، كل المملكه تقريبا كافه مناطق المملكه تتساقط عليها الثلوج. واكرر برضو استاذ فهد تسمح لي، هذا لا يعني ان الكميات عاليه، وجود الثلج بحد ذاته في مناطق واسعه انتشار. درجات الحراره فجر السبت في بعض أحياء العاصمة عمان ناقص 10 درجات مئوية، قيمة لم تسجل. الأحد مؤشرات برضو لتجدد الحالة الجوية. الآن مش وضوح زي ما هي كيف الجمعة، لكن عم نتكلم مرة أخرى عن احتمالية لتجدد تساقط الثلوج في يوم الأحد، لكن الوضوح مش عالي في الأحد، ونحن نسميها confident level، درجة الثقة يوم الأحد ليس كالجمعة، لكن عشان إحنا نكون كمسؤولين كجهات مختصة على جهة